أيها الإخوة المشاهدون، أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ناس مظلوم 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 والله مظلوم حاير يا ناس وقلبي مهموم حاير يا ناس وقلبي مهموم مظلوم مظلوم والله مظلوم بين أهلي وأصحابي مظلوم دايم عند أحبابي مظلوم بين أهلي وأصحابي مظلوم دايم عند أحبابي حتى بشغلي من سكبابي وحظي بالعالم معدوم مظلوم مظلوم والله إن سويت زين وشين يطلع لي عكس الاثنين إن سويت زين وشين يطلع لي عكس الاثنين لو أعرف حظ منين لا روح لو أقول لكم مظلوم مظلوم والله لا بارك الله فيك من ليله اي خالف يا خالد كل واحد كذي ليله دخله كذي اي دخله هذه دخله انا دخلت على جهنم ما دخلت عرس ها والله خالد الله يهداك الحين الناس يتزوجون علشان يسعدون في حياتهم ويستانسون وانت تقول جهنم دولاك اللي يتزوجون ادميات مو اللي يتزوجون شواذي المهم المهم الحين يا معود انا والله انا ما ادري انا والله ما ادري أنا ما علي الحقيقة لا والمصيبة اللي أعظم من هذا وكله أبوها إيه؟ شرط شرط إلا تقضي شهر العسل بأوروبا ولا ما يصير عجيب هذه بالله عليك مو جزيرة أم النمل وايد عليها أي والله المهم الحين هذا نصيبك يا معود سو. نصيبك يا والله أنا نصيبي ليش ما يصير نصيبك أنت أنا إيش درانك إنها ما هي البنت الحلوة اللي عندهم طلعت بنت عمة أبوه ما أدري وين وياها زايرة ما هي البنت الحلوة ما هي البنت الحلوة اللي شفناها اللي عندي الحين هذه بنته اللي هي زوجتي الحين زوجتي حاليا مصيبتي مصيبتي ما يخال الحين المهم هي بعلتك الحين بدان بعلتك موفق إن شاء الله بعلتك بارك الله فيك ولا اللي عرفني شو اسوي فيك يا الله يهداك بس كله منك لا وقال بيشوفها صدق ما يستحى الوجه قال بيشوفها بسيطه وسع بالك لا تزعل علي يا معود انا ما سويت شيء انت قم تلف انت الله عليك وعلى اللي عرفني عليك لا حول أقول خالد شكل يعني بيشوفها يلا عجل شكل خالد شكل حصان زين يلا يبا الطيارة بتطير وانت قاعدة زين خلاص بارك الله فيك حالة تلاشنا وانا الله بلاشنا يلا ما تمشي كله منك انت لما قلت لك قوم نام ان شاء الله تقعد للصبح انا اشوف وجهك وانام وين يجيني نوم احد يشوفك وينام
والحين شلون؟ خلصتي ولا ما خلصتي؟ خلصت. منو؟ احنا. مساك الله بالخير. السيارة خلي نزل الجناط وانا تحت بسرعة. ابوي ايه يا بنيتي بعد ما راح نحتاج لاي شيء بالديرة اللي احنا رايحين لها وهبت ويانا بنودي ويانا كيسين عيش وكيس شكر وكيس بصل كيس ثوم ويانا بعد عبورات بس 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 بسم الله وين رايح انتي صحرة بروح وياكم شنو وياكم ويانا بروح وياكم شام العسل ما قلنا لكم من ساعة شوف عاد انت تسكت ولا الحين اجيب استراد وانا هون ماني رايح زين يا بنتي ها شوال خالد للحين ما جاء خالد اي يبا خالد الحين وين خالد الحين باوروبا بشهر العسل شهر العسل الحين خالد وين خالد الغى اجازته والمفروض اليوم يداوم يا نعم اشتراك انت اشتراني انا قبل امس معاه في القهوه قاعدين وقال لي بلغى اجازتي والغاها واليوم لازم يداوم اليوم والله كل شيء يصير جاي وأقول يا بنيتي إيه نشفي ريجه لا تخلينا يرتاح ولا دقيقة سمعتي لا تسوي له لا أكل ولا تغسلين هدومه ولا تسوي له شي بالمرة إيه زين إنزين مع السلامة سليمان
سليمان. تعال بتعال. هذا الملف وهذا التقرير خلص. بيجيب لي شاي عقب ما تودي الملف. زين بس الحين المدير يبيني. مدير يبيك شبي فيك المدير؟ يجيب لي شاي وبعدين روح المدير. يبقى المدير يقولون لاقي الفنيال لقهوة بواقي العيش. أنا أبي أفتهم شلون شافه ما أدري. أقول سليمان أعتبر نفسك منتهي من اليوم. شلون؟ لا أنا أقول أنت روح الحين وصل خير. روح وصل خير. يا ساتر يا الله. المدير شاف القهوة بواق العيش الله يستر من اليوم. عسى خلصت معاملة خليل محسن. يصبح صبح الحين. صباحك الخير. صبحك الله بالخير. خلصناها من الصبح أنا أشتغل فيها. تقرير جاني المدير الحين سويته وراح. ها خير إن شاء الله بشر اليوم إن شاء الله تمام. تمام. اللي تشوف مثل ما انت شايف مشاكل ومصايب وبلاوي على هالدماغ هاد. ايش مشاكله بعد صاير؟ نسكت احسن يا مبارك. على فكره يا اخوي قبل لا انسى هالمدير تراها طلبك اكثر من 10 مرات. شبي بعد المدير؟ والله نخلص من البيت نرجع للمدير. المهم قال لي اذا جاء خالد خله يجين. اتروح لانت يا معود. روح لشوف الشبه ما يبي. توكل على الله. اروح وامري لله. الله توكل على الله. اقول مثل العاده. اي الله كريم. اي اذا أي. سمعت صراخ وطق ومطاقه على الله على الله ترى اقول الساتر الله. اليوم ترى المدير واصل حده مره واحده. ليش؟ استرح استرح يا محوت. الله يستر من اليوم. سليمان الفراش طلب منه قهوه. اي راح الفراش جاب له القهوه وقدمها له. عقب ما قدم له القهوه المدير قام يتفحص العاده يتفحص يتفحص ولا بالقهوة بواق العيش. بواق عيش ومناديني الحين. أنا الحين اللي بيصير يلدي خشة عيش مو بواق عيش. لكن بروح وإيدي على قلبي. تشجع تشجع الله كريم تشجع. الله كريم. صبرت عليك وايد. لا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين. وانا داري انك انت اللي حاط لي بواق العيش في فنيال القهوه. ها ما تقول لي ايش تبي اسوي فيك الحين. الله يطول لي عمرك عمي. خلاص ما راح اعيدها مره ثانيه. خلاص عمي. كلش خلاص كلش ما بس ما تجوز بسوالفك. اعرفك مو هذا اول مره. اول مره نمله والحين بواق العيش بعد. اطلع برا ان شاء الله. تعال 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 انت اطلع برا ان شاء الله. انت تعال هني. تعال هني. وين بتروح؟ وانت خفني القهوة وده وانت عارف خل اغير لك مخك هذا اللي براسك. يا وياهيني من دون عقال. وين عقالك؟ عقالي عند راعي لوتي. الله يطول لي عمرك. عجي هم يقول راعي لوتي العقال. تضحك بعقلي انت. سلامتك. ها مودي الصبي بالغلط. وبعدين وياك خالد انا عيت وانا صابر عليك. الحين انت بتقول لي وينك فيه؟ ليه ما الحين توك يا؟ انا اقول لك وين فيه. انا الله يطول عمرك يوم انه قمت كان اروح يوم طلعت من هذا يوم اني قمت هذا ما هذا يا خالد. قول لي وينك فيه؟ انت ما تقول لي ليه متى ما تصير ريال؟ مو انا الله يطول عمرك خل اشرح لك الموضوع. انه يوم انه رحت كان لا طال عمرك ولا قصر عمري. اسمع يا خالد. نعم. انت تعرف نظامنا بالشركة. نعم. لازم ينفذ بالدقة. ها. بعدين انت صار لك اكثر من شهر التأخر عن الدوام. وبعدين تعرف ان الزيارات بالمكتب ممنوعة. ممنوعة. ليش؟ ليش؟ ها. لانها تأخر اعمال الشركة. الشركة. وانت تعرف شنو؟ بعدين شو يصير بعدين؟ بعدين. احنا زبده يا حضرة المدير. اهمالك باعمال الشركة ما عادش سبب. مو الله يطول عمرك انا يوم انه قلت ان هذا موجب ما قال الموصف على قولة ذاك اللي يقول مثل ما قال القايل ما علي انا من مشاكلك يا خالد. علي انك تهتم باعمال الشركة وبس. وبعدين اذا ما تقدر تقوم في عملك احسن شيء وافضل شيء انك تترك العمل فورا. فورا.
فورا. ترتك العمل فورا. فورا فورا. حاضر حاضر. فاهم كلامي؟ فاهم فاهم طبعا. بس يعني يوم اقول لك ان يا حضرة المدير ان شنو بس يعني بتفهمني يعني بتشرح لي انت؟ لا مو لو تخليني انا اشرح لك. لا تشرح لي ولا اشرح لك. روح شوف شغلك على امرك. واعتبر كلامي اللي قلته لك هالحين هو اخر انذار بالنسبه لك. حاضر. ولا تخليني اضطر اني افصلك من الشركه. حاضر على امرك. حاضر برا. حاضر حاضر حاضر. تعال انت. شاور انت برا. من هو؟ تعال هني. شاور انت برا اطلع. حاضر 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 على امرك. بس يطلع الحين عند المدير. هو بس يطلع من المدير اقول له على امرك. حاضر ممنون. الله يطول عمرك. مع السلامه. يبقى اخي بشر شاب المدير. شاب المدير اكيد اكيد اكيد. علاوه عقب الزواج. علاوه علاوه سواني ديد. هو ودوه يبوه. اطلع برا. دخل داخل. اطلع برا. تعال انت هني. اطلع برا. اطلع برا. لما الحين انا ماني عارف انا برا ولا داخل. ها شو الاسباب؟ هذا الجاري. شو الاسباب؟ الاسباب يقول لي انت متاخر عن الدوام. تبي الصج يا خالد؟ صج انت الايام ترى مصرتها مره واحده تتاخر عن الدوام. يا مبارك انت منت عارف ان انا انت اقرب الناس لي. ما تعرف مشاكلي وهالمصايب اللي طايحه على راسي. عود كل الناس عندها مشاكل بس انت عندك مشاكل. الله يطول عمرك. ابعد عن هالمشاكل شوي. اطلع من الشركه القى هناك مصيبه. اطلع من البيت القى بالشركه مصيبه. ايش تبين اسوي بعد؟ معود ما علينا قبل لا انسى. ترى الحين تو اتصل فيك انت. يا مبارك. من هو بعد؟ مبارك مبارك. مرزوق. مرزوق؟ اي نعم. انا يبا ما اعرف واحد بهالاسم مرزوق. اذيتني بمرزوق. مرزوق ما تعرفني يا جليل الحياه؟ طب الخير من انت يبا؟ انا اللي دوختني عيس وانا ادورك. شهور صار لي ادورك. انت؟ انا هي انا ادورك. اخاف غلطان. انا غلطان انا. انت من تبي؟ دوخت راسي. الله يدوخك. بس وط صوتك وط صوتك. انت بشركه عيب عيب يصارخون على الموظف. وتقول عيب بعد؟ لو تعرف العيب كان اعطيت الناس حقوقها. يا معود من تبي؟ تعلمنا الحين من تبي؟ من تبي؟ مو هذا خالد؟ انت مرزوق. انت مرزوق؟ اي انا مرزوقي. بس اي هذا خالد. هذا خالد؟ اي نعم. اي انا خالد. وتقول ايش تبي بعد؟ ها دوختني. الله يدوخ راسك. بالعدال بالعدال. شوي شوي بالعدال بالعدال. قصت ولا كلمة. لا والله ترى يصير شيء ما صار. يبا ايش صاير؟ فهمنا ايش السالفة. علمنا. اخاف انت غلطان في الشخص اللي تبيه. انا ماني غلطان. انا الحين اعلمك السالفة. علم السالفة. اي سالفة. الريال هذا ايه؟ لما انا سافرت ايه؟ راح محلنا ايه؟ محلي واخذ ثلاجة ها وغسالة وبوتاغاز بالتقصيد. أنا وليه الحين ما دفع له ولا غصب؟ صار له أكثر من سنة. هي أنت والله حشة. والله ما أعرفها ولا أعرف محلها. يبا أنت تشتغل وين فيه؟ أنا والله ما أعرف. بينكرني بعد. ما أدري والله شو بينكر. ما أعرف. اسمع الكلام هذا اللي قاله صج. يبا خاف أنت متوهم أنت. ها أنا متوهم؟ إي دور رفيجك. اسمع أنا مثل ما أعرفك مثل. إيش فيك؟ أكملت أكملت. ايش هالم؟ شو السالفة؟ الله بالخير. الله بالخير. ايش تبين؟ صباحك الخير. يبا هالرجال هذا راح محلي واخذ مني ثلاجة وغسالة وبوتاغاز ولا حد الان ما دفع ولا فلس. مهمل في عملك ونصاب بعد. والله يا حضرة المدير انا مظلوم. مظلوم يا حضرة المدير. ما اعرفه. انا ببيتي موجودة الغسالة والثلاجة. يقول ما عرفت. يقول إيه يبا ما عرفك أنا. وهم ما تعرف تقول بعد. على هون على خالد. نعم أنت مطرود. خير مطرود.
وانا ما بي واحد نصاب وحيال. يا حضرة المدير خلت فاهم وياك، مو هذا يمكن يبا يمكن انت غلطان. اسمع وهم يوهمني بعد. اطلع برا. اطلع اطلع برا. اطلع 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 شار خلاص كلمة. اطلع برا يا خال. حاضر اطلع برا، لكن انت هم اقول لك غلطان علي. زين وحقي وينه؟ وحقي منين حصله؟ اطلع برا. وانت شلون تعطي واحد بدون اي ضمان؟ يبا انا ما اعطيته ولا اعرفه، بس الموظفين اللي عندي في الشركة في المحل قالوا لي انه يي واحد من قبلكم من شركتكم. هذا من الشركة؟ ايه من شركتكم. ايه واسمه خالد. واخذ عرفت السالفة الحين. ايش عرفت؟ شوف يا حضرة المدير، هذا مو خالدنا، هذا اللي ماخذ هالاغراض خالد الفراش اللي كان عندنا الله يرحمه اللي مات. خالد الفراش؟ اي نعم خالد الفراش. ايه عرفته اللي كان اول عندنا. هذا طال عمره قبله يتوفى الله يرحمه الله يرحمه يرحم اماتنا جميعا. هذا قبل لا يموت بقى يتزوج وراح شرى هالاغراض من محل هالشخص، ما هو خالدنا. والله ظلمناك يا خالد. اي والله يا حضرة المدير صدق ظلمناك. حلالي وينه؟ من عند حمى. انت غلطان. من اكذبه؟ وانت شلون تجي حق واحد ما تعرفه وعلى ولك على طول تهاوش وياه؟ وانا ايش دراني بعد؟ شلون ايش دراني؟ انا ايش دراني بعد؟ شاي دراني. هذا هو اللي يقولنا هذا خالد، هذا هو اللي عندي. خالد تاكد من الاسم. الله يبارك. من انا؟ لا. عند البيت خالد؟ اي نعم. ابيك هالحين تروح تجيبه لي. حاضر. باسرع وقت ممكن. الحين اروح الله يطول. يلا قدامي. ابشر على امرك ابشر. بالك بالك. عطنا الاوراق مالوتي. خالد؟ نعم. أنا آسف لأني ظلمتك. فخر آسف. إيش عقبه؟ عقب ما سويت لديت هو وخانقتنا وخصمت علينا ولعوزتنا حتى الأوراق ما بيها ولا رزاق بيد الله، لكن أنت ظلمتني. ما تدلح ما أنا مشتغل أنا هني. خلالي أفا من أكذبه؟ أفا حضرة المدير حضرة المدير حضرة المدير. يبا حاجك الله يطول عمرك. والله خالد طول عمره مظلوم طول عمره مظلوم. روح شوف لي ويبا لي بالمكتب. حاضر. اسرع. حاضر. مسوين. ايه وبعدين صار؟ ايش صار؟ ايه هذا قدومك خير وبركة. الله يسلمك. انا من شفتك وتزوجتك ايه؟ وانا بخير. شب ليش صاير؟ اطردوني من الشركة. لا علشان تقعد معاي في البيت. قومي 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 دشي قومي دشي داخل خشب ليش؟ قومي قومي ليش نفيك؟ الله لا يعقلك ولا يوفجك. السلام عليكم. شابي بعد انت ابعو. صل على النبي. بس صل على النبي. اللهم صل عليه وسلم. ايش تبي؟ هنا الشفريج. هنا الله هنا الشفريج. هذا مهم مرزوق. هذا عنتر 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 يخرع. ما شفته زرقني منه. والمدير بعد فوق البلع عوان. انا بغيت هاوش وياه لكن المدير شوي تدخل بالموضوع. ولا والله بغيت اوديه المخفر. هذه تهمه عليها سجن 6 أشهر سجنونه. انت بتودي المخفر وانت لابد تحت الميز تحت الكرسي اول ما زرقني؟ طلعك صاد والله. ايه. اقول المدير الحين طرشني قال لي لازم تجيب خالد ولا ترى انت وياه مفصولين. روح 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 انت وشركتك روح. انا بدور لي شغل غير عند هالمدير هذا اللي عمره على هاللي قومناها الشركة على ايدي انا وانت. أيوة. وهو ما يدري الا عن التوقيع. شوف. سمعت شوف. وعمره سمعته قال مشكور. لا قم 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 ما اقدر. قم قم انت ومدير قم قم مرة لا يعقل قم. يلا تمام. انا سنت وشفت قصة. ماني مظلوم والله مظلوم مظلوم. انتو شفتوا سنت مظلوم مظلوم يا ناس مظلوم 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 والله مظلوم. حاير يا ناس وقلبي مهموم. حاير يا ناس وقلبي مهموم. مظلوم مظلوم والله.